كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. مباشرة بعد إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد 2019، جميع المؤشرات كانت تدل على انتعاش وشيك وسريع لحركة النقل الجوي للمسافرين. ففي سنة 2023 سجلنا ما يناهز 1914,000 مسافر، ما يمثل زيادة ديال 42% مقارنة مع 2019. وفي نهاية سنة 2024 إن شاء الله تنتوقعوا باش يكون واحد الارتفاع ديال 25% بالنسبة ل 2023. في هذه السنوات تقريبا مليون مسافر زادت على تقريبا 2019. كتدابير استباقية لمواكبة هذا النمو السريع والغير المنتظر، إدارة المكتب الوطني للمطارات قامت بتنفيذ واحد المشروع متكامل شامل معروف تحت كويك وينز، يعني مكاسب سريعة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية ديال المطار وامتصاص تدفقات المسافرين. هذا المشروع تم تنفيذه عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة تهيئة المحطة الأولى وتخصيصها إلى وصول المسافرين والرحلة الدولية والداخلية. هذه المحطة افتتحناها في نوفمبر الماضي. المرحلة الثانية هي إعادة هيكلات وإعادة مسالك المسافرين ديال المحطة الثانية اللي تهي تمكننا باش تخدم هذه واحد شهرين ولا ثلاث شهور اللي تنسجلوا في المحطة الثانية هو ارتفاع في الفضاءات المخصصة للمسافرين، يعني فضاءات تجارية وكذلك أبواب الإركاب اللي زدناهم من 6 الأبواب إلى 12 باب لإركاب المسافرين. المرحلة الثالثة وهي اللي شرفتنا فيها اليوم اللي تنحتفلوا بنهاية أشغال القاعة الإركاب للرحلات الداخلية اللي وفرنا فيها جميع يعني ما يحتاجه المسافرون. بالإشارة إلى الرحلات الداخلية، فهاد الخمس أشهر الأولى ديال سنة 2024 سجلنا 67% كارتفاع المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، وكذلك 24 رحلة عوض 12 رحلة اللي كانت في السنة الماضية.